قول مكونات كيكه الشوكولاته، يلا بينا مع بعض. طيب معانا 3 بيضات وكوبايه سكر. احنا في كيكه الفانيليا حطينا كوبايه الا ربع من السكر، لا كيكه الشوكولاته حطينا فيها كوبايه عشان خاطر الكاكاو بتاعي كاكاو خام فبيبقى مر شويه، فلازم نعادل الايه السكر بتاعنا. طيب وكوبايه من الدقيق، طبعا كنا في وصفه الفانيليا حاطين كوبايه وربع عشان خاطر احنا هنا حاطين كوبايه من الكاكاو، وربع كوبايه من الزيت ومعلقه كبيره من البيكنج باودر وربع كوبايه من الكاكاو الخام، ومعانا رشه ملح وكوبايه من اللبن وثلاث معالق من الزبده. زي ما احنا عملنا في الفانيليا حطينا اللبن والزبده بتاعتنا على النار، عملنا نفس الخطوه وانا داخله من الفاصل كده، قلت عشان الوقت بتاعنا وهنبدا على طول في الخلاط نجمع بقيه الحاجات بتاعتنا. الخلاط بتاعنا فين؟ اخدته خلاطي موجود. طيب عايزين الخلاط بتاعنا عبال ما الزبده بتاعتي تسخن مع الزيت، اهو زي ما انتم شايفين كده. حلو الكلام، حلوه جدا الوصفه دي، من اسهل الوصفات اللي ممكن نعملها واسرعهم، ومستحيل تفشل منك لو مشيتي على نفس المكونات ونفس المقادير دي، هتطلعي كيكه حلوه كانت بالشوكولاته او بالفانيليا. احنا مستنيين الخلاط يا حسنة. لا لا اخشله في الفاصل، يلا بينا. طيب انا ممكن اوريكم حاجه حلوه قوي لحد ما يجيبوا لنا الخلاط اللي شالوه في الفاصل، مش عارفه شالوه ليه، تقريبا فاهمين ان انا مش عايزاه. شايفين دي الكيكه الشوكولاته اللي احنا هنعملها مع بعض دلوقتي، شايفين طريه ازاي وحلوه، شايفين كيكه هتدوب في بقكم، يعني كيكه حلوه جدا. الو الو، اهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكي. أهلا بيك. أهلا وسهلا بحضرتك، اتفضلي. أنا نفسي أعمل كيكة مظبوطة. كيكة مظبوطة، اتفرجي على الحلقة بتاعت النهاردة. أنا عاوزاكي تعيدي المقادير بتاعت الكيكة الأولانية. طيب ماشي، هنزلها لك على الشاشة حالا. عايزة أقول لك لو مشيتي على الخطوات اللي إحنا قلناها وإزاي نسويها وكل التفاصيل دي هتطلع معاكي إن شاء الله كويسة جدا. بس المكونات اللي أنا منزلها على الشاشة دي مكونات صينية صغيرة. يعني لو انت هتعملي صينيه كبيره زي اللي مثلا انا عاملاها النسخه اللي احنا حاطينها دي، فلازم تضاعف الكميه عشان تطلع معاكي مظبوطه وما تطلعش معاكي وحشه، وتطلع هشه وحلوه. شكرا لاتصال حضرتك. شكرا ليكي يا حبيبتي، شكرا لاتصالك. زي ما انتم شايفين الكيكه حلوه جدا وهشه وطريه، وكمان هنعمل مع بعض صوص حلو قوي شوكليت هيطلع يعني بصوا هتحطوها بقى على شوكولاته الفانيليا، على شوكولاته الشوكولاته نفسها اللي احنا عاملينها دي، هتطلع خطيره.